من اكل وتغذية الاطفال. مش ممكن، مش عارفين ناكلهم ايه، لان هم بيصروا على حاجات احنا في الاخر بننفذها لهم. فاست فود، حلويات، طبعا بيشوفوا الاعلانات المنتشرة في كل حتة وعايزين يجيبوا نوعية الأكل ده. على فكرة مش بس الأطفال يعني الصغار، لأ ده كمان عايزة أقول لكم إن الرضع، لأن سوء تغذية الأم أكيد بيأثر على الرضيع. عايزة أقول لكم سوء التغذية ده بيأثر في حاجات كتير جدا، نقص المناعة، نقص كالسيوم، نقص حديد. لكن مش أنا اللي هتكلم عن كل ده ولا أنا اللي هقول الحلول. احنا معانا الدكتورة سارة المليجي، رئيس قسم الإعلام بالإدارة الصحية في محافظة الغربية. اهلا وسهلا بيك يا اهلا فعلا. بيك حبيبتي، تسلم. ايه اللي بيحصل ده يا دكتورة؟ والله هي ناس من هم صغيرين او من هم اطفال بيستسهلوا اي حاجة، بيستسهلوا الاكل الفاست فود زي ما قلتي، بيستسهلوا الحاجات الجاهزة، الحاجات المصنعة. فعشان كده احنا دورنا في القسم الاعلام ان احنا بنوعي الناس من وهم صغيرين، من الاطفال من قبل ما تتم سنه، ان احنا نعرفهم او نخليهم يجربوا كل الاكل الصحي. يعني قبل ما يتم سنه بنحاول ندخل له الاكل، طبعا بعد 6 شهور الرضاعه الطبيعيه بدون تدخل في الاكل، بعد 6 شهور بنبدا ندخل له الاكل واحده واحده، بحيث ان هو لما يتم السنه يكون جرب كل انواع الاكل. كل انواع الاكل، كل انواع الاكل الصحي طبعا. الصحي نبدا ندخل له مثلا الحبوب، البقوليات، القمح، الرز، بعد شويه ندخل له الفول، بس نخلي بالنا طبعا من لو عنده حساسيه يتقشر. في انيميا الفول، في انيميا الفول، فبنخلي بالنا اذا كان في حاجه من الفول او كده، ان ندخله الحاجه واحده واحده، بحيث انه لما يتم السنه يكون جرب كل حاجه. ده بيسهل على الام بعد كده في ان هو ياكل اكل صحي بسهوله. طيب انا مثلا ولادي، وحتى مثلا ولاد بنت خالتي، بشوف الولاد نيجي نسلق كوسه او نسلق تفاحيه او الحاجات دي، الطفل بيطف الاكل ده. تمام. مش حابب الاكل ده. تمام. طب انا ما 3/4 الاكل ويركنه في بقه وما اعرفش ايه، لدرجه ان انا مره قلت لدكتور اطفال بتاعي، قلت له هو حضرتك قاعد على المكتب عمال بتنظر؟ ما هو انا بفضل طالعه نازله في الاسانسير عشان اكل الولد زبديه، يعني علبه زبادي. ايوه. فطب نعمل ايه؟ بصي، هو كل حاجه ليها بدايل. يعني احنا لما مثلا هو مش حابب البيض مثلا، لو خدنا البيض مش حابب ان ياكل البيض، البيض دوت طبعا مهم جدا في فيتامين د، نحاول ندخله في حاجه تانية. مثلا لو بيشرب برتقال، عصير برتقال، بيشرب، بياكل زبادي، دي الحاجات دي فيها فيتامين د. مثلا في اطفال كتير بتكره السمك او مش بتحب السمك، السمك ده طبعا غني بالاوميجا 3 ومهمه جدا. فنحاول نقول له طبعا، او نقول للام بالذات، ندخل لها الاكل او الاوميجا 3 في حاجات تانية. يعني الفاكهه مثلا زي الكنتالوب فيها اوميجا 3، الكرنب، السبانخ، الحاجات اللي هي يعني خضار او فاكهه. السبانخ بالذات والقلقاس الولاد نحاول نعوضها في اي حاجه، ما هو مش اكيد مش هيرفض كل الاكل، في حاجات بيحبها وفي حاجات. والله في ولاد يعني بجد صعبين، لو في حاجات صعبه من الطريقه ديت بنحاول نشوف معدل النمو عنده، لو معدل النمو عنده طبيعي ما بنقدرش نقول للام حاجه، لان خلاص مستوى الوزن او مستوى الطول عنده كويس. ما بنقدرش نقول حاجه. طب والطفل اللي بيقطع اللبن، الطفل اللي بيقطع لبن، اكيد جالكوا الحاله دي طبعا. ده في ناس، الدكتوره زميلتي شافت ان في واحده ما عندها ام مش بيرضع لا لبن صناعي ولا لبن طبيعي. أيوة. وبيشرب عصاير. أيوة. قبل ما يتم السنه. طب هو بياخد كالسيوم منين؟ إيه مصدر الكالسيوم عنده منين؟ هيسنن ازاي؟ هيطول ازاي؟ ازاي بقى الحاجات دي؟ ما بيحصلش طبعا، بيحصل يعني قصور جامد في معدل النمو عنده، فبتضطر بقى ان هي تلجا ان هي تديله كالسيوم من بره، سواء حقن او شراب. طبعا الحاجات ديت مش هتعوض اللبن او مش طبعاً. هتعوض الغذاء اللي موجود في اللبن، خصوصا الرضاعه الطبيعيه.